القماش بالظبط اهو. ناخد بالنا من الخطوات لو سمحتوا بالشكل ده. كل ده الكم المفروض انا راكنه البلوزه خالص، انا بشتغل بس على الكم. شايفين؟ يا اما بتعمليها كده يا اما بتركبي الشريط ده. ده بيتكوي، ده بيتكوي بالمكوى زي ما انتوا شايفين كده. باخد الشريط بتاعي اهو، كل ده انا ما جيتش ناحيه البلوزه، انا بشتغل في الكم بس. هلاقي تول بالشكل ده بطبقه. الشريط ده موجود في محلات ادوات الخياطه كلها، تمام؟ التول ده عشان تخيطي فوقيه، يساعدك ان انت يا اما تخيطيش على الترتر لو المكنه بتاعتك مش مؤهله لده. كذا حد فمش فاكره صاحبه الكومنت اللي طلبت البلوزه دي اهو، ولكن يا رب تشوفها، ولو شافتها تكتبلي في التعليقات اهو لغايه الاخر. شايفين ده كده شكله تمام. بجيب استك اهو يكون مستريح على قياس الاسوره عندي، واخد برضو انا شغاله لسه في الكم، انا لسه لا تنيت ولا عملت اهو. بروح تانية كده وتانية تانية كمان، بناخد قياسي مستريح يعني حاجة كده 70 متر 70 سنتي في الكم، فانا عشان اشتغل فيه براحتي اهو. وبشد بقى بالشكل ده كده اهو. شايفين النتيجة اللي انا بحصل عليها؟ احلى حاجة في الدنيا انك تلبسي من عمايل ايديكي، يعني تتحكمي في الذوق الخاص ليك، انك تلبسي زي ما انت عايزه زي ما بتحلمي بالظبط اهو. وبشد بقى كده الاستك، شايفين كده الاستك اهو تمام. الكم بتاعي خلص. دلوقتي اركبه بقى في البلوزه. بلوزه بنخيط الاكتاف اهو زي ما اتعلمنا كل مره. ودلوقتي حان دور تركيب الكم اللي احنا عملناه بالشكل ده كده. بفرد عشان نركب الكم كده من البداية بحيث ان احنا نوصل للجزئية دي، تمام؟ طيب لو انا مش عايزة كسرات في الكم ومش عايزة كشكشة ومش عايزة زيادات، انا بحط العلامة بتاعتي بتاعت الكم اهو، وببتدي خياطة من المنتصف والزيادة بشيلها اهو. كده الكم هيبقى مظبوط والزيادة هتطلع لي من الجنبين للكم. ركبت الكم، باجي هنا كده بقى عند الاسوره بتاعتي بالاستيك، واروح قافله واحدد بقى لو انا عايزه اضيق حاجه اضيقيها. الكم معاكي بروح اهو، الدنيا معاكي مظبوطه ان شاء الله. بصوا ممكن تلاحظي مثلا ان هو واسع شويه، مفيش اي مشكله اهو. شايفين؟ بس انا يعني ده ذوقي في اللبس، انا بحب الحاجه الواسعه اللي اقدر اتحرك من خلالها. ثبت هنا كويس قوي، الشريط هنا يجي على بعضه مظبوط اهو. وبعدين بنزل لنهاية البلوزة بالشكل ده اللي انا هركبه اهو. عرضه 9 سنتي، شريط طويل عشان يبقى بروبات من الامام. هنشوف هنركبه ازاي اهو يا جماعة. ده شكل الكم اللي دايما بتسألوا عليه اهو، ده كده شكله. نكمل بقى البلوزة عشان نشوف شكلها النهائي. نبتدي في تركيب الشريط في الظهر من المنتصف اهو، من المنتصف بالشكل ده تمام. وبلفه على دوران الرقبة بالشكل ده كده. والفتحة دي اللي انا عملتها انا بتنيها تنيتين كده صغيرين خالص، مش بتضرني يعني. اول ما بربط الرباط الفتحة دي بتتدرى تماما. بطبقها مرتين زي ما قلت لكم، مش هتظهر لما اجي اربط الرباط اهو يا جماعه. الفتحه اهي شايفين، لما تنيتها كده خلاص مش هتظهر اول ما بربط الرباط. الرباط بتاعي اهو تمام. انا هنا بحدد لو هو طويل او قصير، هو عامل زي الكرافات بالظبط اهو. هنا حضرتك اللي بتحددي طوله تمام. فانا مش عايزاه طويل قوي، هقص منه جزء صغنطوط كده
تمام. طيب وباجي بقى ايه اروح، شايفين اركز بقى في النقطه دي شويه اهي، باجي اروح واخد الجزء ده كده تاني صغننه تمام، واروح جايباها على الجزء ده كده اهو، شايفين تمام. ابدا من هنا طريقة سهلة، ما شدش القماش عشان ما يكرتعش مني، اريح القماش بتاعي وانا بشتغل. طيب نركز هنا عشان الطرف ده برضه، بصوا بقى الطرف اهو، فانا بتني اهو الطرف بتاعي، واروح جايبة الجزء ده كده فوقه شايفين، هتديني كل كرافات بسيطة جدا ومظبوطة جدا جدا اهي. ايدي بقى ايدي ماسكة هنا وساندة القماش تمام، نفس الحكاية، المكنة اصلا مش هتشتغل لوحدها، انت لازم تساعدي المكنة بالشكل ده. هنا بساوي وباخد من الشريط اللي معايا اهو، ببرم بالشكل ده كده اهو، تكتريها تقلليها زي ما انت عايزة، بس هي كانت مديها شكل حلو جدا اهي تمام، شايفين شكلها. وبحطها بقى في الجزء اللي باقي، خدي مش مشكلة اهو اهو تمام، بروح مخيطاها بالشكل ده عشان اثبتها اهو، شايفين كده شكلها، دي بتدي لمعه جميله جدا مع الكم، وفي نفس الوقت لو عايزه تقصريها زي ما انت عايزه اهو، خيط بس كده. طيب نركز مع بعض في الثانيه عشان لو انا كنت سريعه شويه، شايفين شكلها بابرو، بالشكل ده. عايزة تقللي الطول قلليه اهو تمام، واجي هنا شايفين الجزء ده اهو، مفروض كده طبعا هيبقى فيه صعوبة انك تركبيها كده، فانا بقلبها اهي بالشكل ده كده، اروح قلباها واروح شداها مره واحده اهي، واروح شداها بالشكل ده اهو كده خلاص، باخد الجزء ده كده بسويه كده خلاص تمام. شايفين البلوزه يا جماعه اهي، شايفين جمالها، هاتي كده الطول يا حبيبه لو سمحتي، طول البلوزه اهي، شايفين طويله قد ايه، كمان شوية وتبقى فستان او تبقى دريس زي ما انتوا عايزين تمام. طيب الرباط بتاعنا اهو، بعد ما تربطيه شايفين، لانه انا مهم عندي انك لما تكوني لابسة طرحة او حاجة ما يكونش دوران الرقبة كبير تمام، شايفين اهي اتدارت تماما، وده شكل البلوزة اللي دايما بتشوفوها عليا ودايما بتطلبوها، اتمنى تكون عجبتكم، ما تنسوش يا جماعة لو شايفينها تستحق اللايك والشير.